السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في القناه. في هذا الفيديو غادي نهضروا على هاتف جديد يجيب ديزاين شباب، ديزاين يتشبه بزاف الايفون وبسعر شباب بزاف، راه عليه تخفيض هاد الايامات. روحوا لبعض المواصفات تاعه، يجي بمعالج يوني صوتي 606 ويجي بذاكره تخزين كبيره 256 جيجا بايت، والرام تاني كبيره 16 جيجا بايت، ويجيب نظام تشغيل اندرويد 13 مع شاشه بمقاس 6.6 انش HD بلس من نوع IPS LCD، وكاميرا خلفية 50 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل، ويجي ببطارية كبيرة 5160 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، يعني تليفون شباب بزاف، ويدعم تركيب شريحتي اتصال مع بطاقة ذاكرة خارجية ولا شريحة مع بطاقة ذاكرة خارجية، ويدعم ميزة الـ NFC والجي بي اس، وفيه بصمة الأصبع. والحاجة الشابة اللي فيه هو أنه يجي بتصميم الآيفون، حتى اللون يجي لون أرجواني تاع الآيفون، يعني اللي عشاق الآيفون هذا تليفون شباب ممكن يناسبكم، وراه بسعر فريمو رخيص بزاف. السعر تاعه 112 دولار، يعني بدراهمنا حوالي 26,000 دينار جزائري، ما بين 2,500,000 و2,600,000 بهذه المواصفات. سعر شباب، كاين اللي يحوس على ميموار تكون كبيره، حوس على ديزاين يكون شباب، هذا تليفون يناسبكم. ما راهش موجه للالعاب، فقط للاستخدام العام. اللي راه باغي يشري تليفون غادي نخلي لكم الرابط اسفل الفيديو في قناتنا على تيليجرام. مرحبا بكم اخوتي، نتلاقوا في فيديو اخر مع تخفيضات اخرى ان شاء الله. ما تنساوش ثاني قابو تخفيضات 11 نوفمبر اللي راهي جايه، حاولوا تبروفيتو قد ما تنجموا لانه كاين تخفيضات كبيره بزاف. والسلام عليكم خوتي.